السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع التهيئه تاع البحيره تاع سيدي علي في ولايه سيدي بلعباس، واللي البحيره هذه رائعه، تبعد حوالي 10 كيلومترات على مدينه سيدي بلعباس. وهنا نشوف يعني التصاميم تاع التهيئه هذه، واللي المشروع هذا انطلق الاسبوع هذا بعد زياره والي ولايه سيدي بلعباس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون نتيجه جميله، لان المنظر الطبيعي تاعها رائع، لكن كانت مهمله نوعا ما بسبب تصرفات بعض المواطنين. اذا ان شاء الله ان شاء الله تكون فيها حراسه وتكون فيها وسائل نتاع ترفيهيه للاطفال وكذا، وتكون فيها شروط الراحه بالنسبه للعائلات ان شاء الله، وتكون فيها الامن والامان. نخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.